المعادله الثانيه تساوي ان الملي كوفالنت على مر في المولي كيرويت على النمبر اوف فالنت. فالمولي كيرويت منطقي 147 قسمه على 2 تطلع الناتج مالته، والضربه في النمبر اوف ملي كوفالنت في المر اللي هي ايضا منطقي انا 4 فيطلع لك الناتج 294 ملي جرام في المر. الان ايش منطق بالسؤال؟ راجع من عندك بالجرام في المر، فتحول الملي جرام الى غرام تقسم على الف يعني فيطلع لك بالملي جرام. اذا نحول لغرام، عفوا هو نفس الفكر لكن احنا نحول لغرام. فاذا منطق اني القانون يقول بالملي جرام في المر، انا لازم احوله الى غرام في المر، هاي وحده. اثنين الملي كوفالنت في المر لازم تكون بالمر، اذا باللتر لازم احولها. فانا منطقها جاهز، مجرد تضرب الاربعه في الموليكولر ويت اللي هو 147 تقسمها على النمبر اوف فالنت اللي هي 2 زين يعني يطلع لك 294 ملي جرام في المر. انا رايد منك بالسؤال بالغرام، فتحول الملي جرام الى غرام مثل ما اخذنا بالكورس الاول، فقسمنا على الف يطلع 0.294 غرام بير مول. عندك السؤال الرابع اللي هو what is the percent weight by volume. شنو اذا تذكرون weight by volume؟ الويت باي فوليوم معناه الغرام لكل 100 مول، والفوليوم باي فوليوم مول لكل 100 مول، والويت باي ويت الغرام لكل 100 غرام. فالويت باي فوليوم اذا تذكروا احنا اخذناها بالمبادئ الصيدله اعتقد كانت ويت باي ويت، ويت باي فوليوم، فوليوم باي فوليوم كانت المحاضره الاخيره اعتقد. فالويت باي ويت يعني الغرام لكل 100 مول. على كل حال فعندنا المنطق انا بالسؤال الموليكولر ويت مال NH4 اللي هي 53.5 والنمبر اوف فالنس اللي هي 1 والويت باي فوليوم معناها الغرام لكل 100 مول. ارجع على نفس القانون الثاني المعادله رقم 2 اللي هي ملي جرام بير مول يساوي الملي كوفالنت بير مول على الموليكولر ويت في عفوا في الموليكولر ويت على النمبر اوف فالنس، لكن حورتها مثل ما قلت لك قبل شوي، قلت لك مرات اني بدل ما اكتب ملي جرام بير مول وارجع احول اللتر اقسمها على اللتر، فصير الملي جرام بير لتر يساوي الملي كوفالنت لكل لتر على في الموليكولر ويت على النمبر اوف فالنس، وخصوصا انه هو منطيني بالسؤال يقول لي 100 ملي كوفالنت بير لتر، فليش اتعب نفسي اسوي بالمول وبعدين ارجع راسا من يمي احول القانون اسوي ملي جرام لكل لتر واقسم ويساوي ملي كوفالنت هم لكل لتر حتى يصير شغل عدل، واضرب بالموليكولر ويت واقسم على النمبر اوف فالنت. فعندك الملي جرام بير مول يساوي ملي كوفالنت بير لتر اللي هي 4 في ال 4 عفوا 100 عفوا انا اشتبهت 100 في الموليكولر ويت اللي هو 53.5 على النمبر اوف فالنت 1، فتضرب ال 100 في 53.5 يطلع لك القانون او التطبيق بالملي جرام بير لتر. احنا شو نقول؟ نقول ويت باي فوليوم يعني لازم احول غرام لكل 100 مول، فاني الملي جرام بير لتر مو كافي عندي انه هذا السؤال خلاص يعني جاوبت عليه، وانما لازم احتاج احول الملي جرام بير لتر الى غرام لكل 100 مول. فشوي شوي، اولا الملي جرام احولها الى غرام اقسم على الف، صار عندي غرام باللتر، بعدها اللتر احوله الى 100 مول فاقسم على 10 فيطلع عندي 5.535 غرام لكل 100 مول واللي هي النسبه المئويه. فحلي هذا بخطوتين هذا المساله، الخطوه الاولى اطبق القانون الملي جرام بير لتر يساوي ملي كوفالنت بير لتر في الموليكيولر ويت على نمبر اوف فالنس، ورا ما اطبق القانون راح يطلع عندي الناتج اللي هي 5350 ملي جرام بير لتر. بعدها ارجع احور الوحدات مثل ما يرجى بالسؤال، الوحدات يقول لي سوي لها ويت باي فوليوم، الويت باي فوليوم يعني اريده عندي بالغرام لكل 100 مول. انا ايش طلعت الناتج؟ طلعت الناتج 5350 ملي جرام بير مول، فاحول الملي جرام بير مول الى غرام لكل 100 مول. فاولا الملي جرام احوله بالغرام اقسمه على الف صار عندي غرام باللتر، بعدين اجي اغير اللتر احوله الى الف مول، بعدين اجي اسوي الى 100 مول حتى اطلع لي النسبه المئويه عندي بالسؤال. عندك هنا هوم ورك اللي هي واجبات بيتيه مطلوبه من عندكم، وارجع اعيد واكد انه الواجبات البيتيه مطلوبه وتحلوها حتى ممكن انت تستفاد من عندها بقراءه الماده، وممكن تستفاد من عندها بالامتحان. وانا جبت لكم بالكورس الاول اذا مو غلطان انتم اعتقد او معهد الصيدله كل الواجبات البيتيه جبتها بالامتحانات، حتى الطالب على مصر عنده حجه من اقول له هذا واجب بيتي وحله، كانه انا ساعدته بصراحه يعني كانه انا فهمت اقول له راح اجيب من عندها زين عيني. فعندكم واجبات بيتيه حلوهن، والامثله اللي مالتنا هم حلوهن، واذا عندك امثله خارجيه هم حلها بس فيها زين عيني، فحلهن حتى تصير عندك خبره كافيه بالموضوع. الواجبات البيتيه ممكن اجيبها بالكوز
او ممكن اجيبها مثلا بالامتحان الميد، او اجيبها بامتحان الفاينل، او حتى اذا صار اورال اقول لك يا حلي يا، مثل ما شفنا بالكورس الاول من صار عندنا امتحان اورال شفهي وطلاب صارت يعني جابت زين وطلاب ارتبكت، واثر هذا على درجتهم قسم. ليش؟ لانه مرتبك وما عنده يعني حكايته يعني خايف، يعني كانه كان عنده مرباك على بعض الطلاب، فهذا اثر على شنو؟ على الجواب. فانا قد اجيب لك اياها بالامتحان بالميد، او قد اجيب لك اياها بالفاينل، او قد اجيب لك اياها بامتحان الاورال، او اي شيء يعني اجيب لك اياها فتحل الواجبات مالتك. سؤال: هاو ماني ملي اكوفلنت، من امام رقم، انت من امام رقم السؤال. هاو ماني ملي اكوفلنت اوف مغنيسيوم سلفيت ار presented in 1 gram of anhydrous magnesium sulfate. شوف هذا magnesium sulfate المكافآت مالته 2 والمولكيولر ويت مالته 120. فاطبق القانون الثالث، شوف هنا السؤال تغير فرحت للقانون الثالث، فرويت القوانين الاربعه القديمات حتى نشوف القانون الثالث اللي بينا. هذا القانون الثالث: الملي كوفلنت يساوي الوزن بالملي جرام على بالمقام اخلي المولكيولر ويت على النمبر اوف فالنت. فهنا يصير ويت الملي جرام على المولكيولر ويت على النمبر اوف فالنت، فيصير الالف اللي هو 1 غرام احنا لازم نحوله الى ملي غرام. هذا اللي عندك الغرام لازم احوله الى ملي غرام، سنكتب لك 1 غرام غرام. خاف يعني عندك سؤال بها، وان كان المفروض تعرف يعني بعد احنا بالكورس الثاني، هاي امور اجتازيناها من الكورس الاول. غرام يساوي الف ملي غرام زين يابا. فبعد ما حولنا الغرام الف ملي جرام نجي نطبق القانون ويت ان ملي جرام على المولكيولر ويت على النمبر اوف فالنس، ويصير 1 16.66، او تقدر تقول 16.7، تختصر تقرب الكسور العشريه او الارقام العشريه فيصير 16.7 ملي اكوبلنت. السؤال اللي بعده: هاو ماني ملي اكوبلنت اوف بوتاسيوم. شو البوتاسيوم منطقيه مش حدتين موجبه، يعني مرات انا ما اجيب لك سؤال نمبر اوف فالنت اثنين، اعطيك المركب الكيميائي وخليه شحنتين موجبه، فمن يمك انت تعرف انه هذا عدد التكافؤ مالته اثنين. present in 10 مول اوف 50%، 50% شنو معناه؟ ال 50% معناه غرام لكل 100 مول، هذا ويت باي فوليوم معناه غرام لكل 100 مول. فانا اجي اولا منطق انا 10 مول ومنطق النسبه المئويه 50%، يعني 50 غرام لكل 100 مول، واقول لك طبق طلع لي النمبر اوف ملي كوبلنت. قبل ما تطبق القانون انت ساوي الوحدات حتى ما يصير عندك ارباك بالحل. فال 50% من 50 غرام لكل 100 مول، اذا انا عندي 10 مول فاطلع الوزن الموجود في 10 مول واللي هو 5 غرامات، يعني 5000 ملي جرام. اعيد لك اياها، احنا عندنا 50% او 10 مول، 50% شنو معناه؟ معناه 50 غرام لكل 100 مول. اذا انا عندي 10 غرام 10 مول فنسبه وتناسب يطلع الوزن 5 غرامات، يعني 5000 ملي جرام. ولا ما سويت الوحدات اجي اطبق القانون تطبيق مباشر، يساوي الويت ان ملي جرام اللي هو 5000 على المولكيولر ويت على 2 زين هي، فيصير 40.65. هذا السؤال اللي بعده حليناه. عندك سؤال ايضا: A solution containing او contain 10 ملي جرام لكل 100 مول، يعني تقدر تقول 10% او بوتاسيوم. البوتاسيوم منطيك موجب واحد، يعني النمبر اوف فالنت او عدد المكافئات واحد، فطالب منك اكسبرس ذيس كونسنتريشن ان ملي كوبلنت بير لتر. وين تروح؟ تروح على القانون الرابع: الملي كوبلنت بير لتر يساوي ملي جرام، عفوا ملي كوبلنت بير مول يساوي ملي جرام بير مول على المولكيولر ويت على النمبر اوف فالنت، او الملي كوبلنت بير لتر تقدر تحول القانون يساوي ملي جرام بير لتر، او الملي كوبلنت لكل 100 مول هم يسوي القانون هذا ملي جرام لكل 100 مول. فانت تقدر تحرك القانون حسب ما مطلوب ما موجود عندك في منطوق السؤال. انا منطق في منطوق السؤال اللي هي 10 ملي جرام لكل 100 مول، فانت نفس القانون المعادله رقم 4 قبل ما تطبقها تحول الملي كوبلنت بير مول سوي ملي كوبلنت لكل 100 مول يساوي هالقد ملي جرام لكل 100 مول، فتقسم هنا حتى يصير باقي عندك المساله سهله. فالقانون شو يقول؟ يقول ملي كوبلنت بير مول يساوي ملي جرام بير مول في المولكيولر ويت على النمبر اوف فالنت، اور حول القانون قسمه على 100، فملي كوبلنت لكل 100 مول يساوي ملي جرام لكل 100 مول على المولكيولر ويت على نمبر اوف فالنت، يعني يصير 10 على 100 تقسيم ال 39 على 1. فمن اجي اقسم
ألقى الناتج النهائي يصير عندي اللي هو 2.56 ملي كوبرنت بير لتر. زين عيني، هو جاءنا بالمر، حولنا المر إلى لتر، فيصير 2.65 ملي كوبرنت بير لتر. أوكي، تطبيق مباشر. إيه منطقة أنا مولكيولار ويت. زين عيني، الواجب الثالث، ايش بيه الواجب الثالث؟ يقول اكو عندنا مشكلة الواجب الثالث تحتاج انت مولكيولار ويت، مغنيسيوم مولكيولار ويت. انا منطقي اياها حتى اذا ما منطقي اياها، هنا المغنيسيوم او كالسيوم، اذا انا ما منطقي اياها مولكيولار ويت مالته، تقدر ترجع للجدول هذا عندك ذني المولكيولار ويت مالتها. اذا اجيب لك بالامتحان انا خاب، يعني ايش قد انتم وقتها كنتوا خايفين بالكورس الاول من انه ما اجيب لكم يعني الوحدات، وشفتوا مصورين انه قسم كلهن حفظ وقسم حفظاهن وحفظا من النسن، لكن بالسؤال اجيب لك المعطيات كلها، حتى اذا كان انت قال لك مطلوب منك حفظ، فكثير من الاحيان انا اجيب حتى الطالب ما يتحير بالامتحان ويظل من هاي الوحده ومن ذيك الوحده، فانت تقدر تعتمدها بس بالجدول الموجود، واذا ما لقيتها بالجدول تقدر تدور بالكتب. بالامتحان انا انطيك يعني حتى ما يصير عندك يعني فد سبب انه انت ما جاب الامتحان، او انت يعني صار عندك مشكله بالتطبيق. عندك سؤال هو 10 مول امبول كونتين 2.95 غرام اوف كي سي ال، كالكوليت ذس ان ملي كوفرنت بير مول. نفس القانون اجيبه، ملي كوفرنت بير مول يساوي الملي جرام بير مول زين عيني على الموليكولر ويت على النمبر اوف فالنت. الملي جرام بير مول انا ايش منطيني بالسؤال؟ منطيني 2.95 غرام لكل 10 مول، انا اريد بالملي جرام بير مول، فحول الغرام الى ملي جرام، فصار عندي 2950 ملي جرام في موجود في 10 مول، فاقسم على 10 فيصير عندي 295 ملي جرام بير مول. قبل ما اطبق القانون اجانس الوحدات، من 2.95 غرام لكل 10 مول لغرام حولها بالملي جرام، هذا رقم الواحد، بعدها اقسم على 10 حتى يطلع عندي بالمول. زين عيني، واجي اطبق القانون يساوي ملي جرام على مول على الموليكيولر ويت على النمبر اوف فالنس، ويصير هنا 295 على 74.5 على 1. زين يعني هذا يعني المثال اللي بعد، اعتقد كان مثال رقم 5 او 4. عندك هوم وورك ايضا موجود، هذا ثالث، A person شخص وزنه 154 باوند از ريسيف 3 ملي كولن بير كيلوغرام اوف ان اي سي ال، هاو ماني ملي لتر اوف 9 بالـ10 ان اي سي ال نورمال سلاين. ان اي سي ال هو المغذي المالح، نسميه احنا نورمال سلاين، احنا عندنا المغذيات الموجوده بالصيد اللي هو المالح اللي هو ان اي سي ال، وعندك الحلو الجلوكوز ووتر، وعندك الحامض هذا الجلوكوز ووتر زائد نورمال سلاين يصير هذا متعادل، وكو عندك اللاكتيت، وكو عندك باقي انواع المغذيات. فهنا بالسؤال انا منطيك ال ان اي سي ال 9 بالـ10 نورمال سلاين، ومنطيك الموليكيولويت مال ان اي سي ال، اقول لك انه طلع لي الملي لتر او ان اي سي ال should be used قد، تطبق القوانين وتعطيني الناتج. انا منطيك هذا السوليوشن، هذا منطيك الهوم ورك، اريدك تحل لي اياه وتركز عليه حتى احتمال يجي من عنده بالامتحان. لهنا اعتقد المحاضره خلصت واضحه ما اعتقد بها شيء. قبل ما نستمر بالماده خل انطيكم رابط الحضور حتى هنا سجلوا اسماءكم بهن. كترسي نسخ